كيف بمفرده. هذا الفلوس يصير لصالح الاتحاد الجزائري، كانت نتيجة اللقاء الذي حضره الزميل محمد جمال. تحت التصفيقات الحارة للأنصار، دخل فريق اتحاد العاصمة إلى ميدان ملعب حمدي لمواجهة ضيفه شباب برج مليح. الفريق المحلي كان السباق إلى القيام بحملات هجومية عن طريق اللاعب الشاب مارسال، وقد سجلنا عدة فرص تصدى لها الحارس سيد روح. في الدقيقة 18 أثمرت هجمات اتحاد العاصمة بتسجيل هدف من طرف اللاعب زكري بضربة رأسية بعد فتحة من الجهة اليسرى، هدف مقابل صفر لصالح اتحاد العاصمة. ثم محاولة أخرى لصالح اللاعب الجيري انتهت دون جدوى. رد فعل برتم بين جاء عن طريق هذه القطة لكن دون نتيجة. ينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف مقابل صفر لاتحاد العاصمة. في الشوط الثاني سجلنا قطة مارسال فوق المرمى، ثم هذه المحاولة من زكري. ومحاولة أخرى لكن العارضة تنفذ الموقع. بالقسم من برجم يضيع هذه الفرصة لتعديل النتيجة. وبهذا